حاضر ان شاء الله حنقوم باعداد سيرفر دي اتش بي على ويندوز سيرفر 2008. عندنا شبكه على الفي ام وير. طبعا الشبكه مبنيه بين جهاز ويندوز وجهاز عليه ويندوز 7 وجهاز اخر عليه السيرفر 2008. الآن أنا باجي على ويندوز 2008، بعد هيك بفتح السيرفر مانجر، بعدين بدي أطبق رول من خلالها أنشئ أو أعمل إعداد للدي اتش سي بي، فبختار Add Rules، نيكست، بختار من بين السيرفيسز الموجودة هنا الدي اتش سي بي سيرفر. هنا الدي اتش سي بي سيرفر هو عبارة عن سيرفيس مسؤولة عن إسناد عناوين تلقائية لأجهزة الشبكة، بختار دي اتش سي بي، وحنمر بالقائمة هاي خطوة خطوة. نيكست نيكست. الآن الكرت اللي حبني عليه دي اتش سي بي سيرفر عنوانه 192.168.0.1 اللي هو عنوان الكرت الخاص بجهاز 2008 سيرفر. نيكست. طبعا الدومين الجهاز اللي انا عليه موجود عليه دومين اسمه test.com دومين كنترولر، فبتتم عملية تطابق بين الدومين وبين الدي اتش بي سيرفر عشان توزيع العناوين التلقائيه للاجهزه اللي بتحكم فيها الدومين. نيكست. هنا الوينز مش موجوده عندنا. نيكست. السكوب، بدي انشئ سكوب اللي يوزعه الدي اتش بي سيرفر. هان اد، بسمي السكوب مثلا سكوب، سكوب يعني نطاق، سكوب واحد. العناوين اللي بدي يوزعها السيرفر او الدي اتش بي سيرفر تلقائي بصورة تلقائية 192.168. بدي اعمل مدى او رينج يبدا من 2، لانه 1 ما اخذوا الجهاز اللي احنا بنعمل عليه دومين اللي عليه دومين وبدنا ننشي عليه دي اتش بي سيرفر، بيبدا توزيع للاجهزة الشبكة من 2 وبينتهي 192.168.0. ممكن احط 100، ممكن احط 10، قد ما بدي. فهان لحد مثلا 8، يعني حيكون عندي من 2 ل 8 قريب الست عناوين، ست عناوين حيوزعهم الدي اتش بي سيرفر تلقائي. الماسك اللي حيستخدمه طبعا الماسك تبع الجهاز الرئيسي 255.255.255.0. طبعا هنا في عنا الجهاز موصل وايرد من خلال اسلاك مش وايرلس. اوكي. نيكست. بيقول لي ان نعمل الدي اتش بي فيرجن 6 انيبل. اوكي. نيكست. هان مش حنشتغل، ما فيش عندنا، مش حنشتغل على الاي بي فيرجن 6، فبنحتاجش نضيف الدومين، فبنشيل الدومين لان احنا ضفناه على الفيرجن 4 في الخطوة هاي. نيكست. الان بدنا نعمل اثنتيكيت الدي اتش بي سيرفر، لازم يصير له عملية اثنتيكيشن من خلال الادمنستريتر. نيكست. انستول. الان بياخد بعض الوقت مشان يعمل لنا اعداد للدي اتش بي سيرفر.
تقريبا الآن قرب يخلص إعداد، نرجع مرة ثانية يا شباب. الآن انتهى الـ installation succeeded close. الآن بدي أفتح الـ console اللي أنا بعمل من خلاله management للـ DHCP. موجود وين؟ موجود في الـ administrative tools. هاي ظهر عندي أيقونة ما كانتش موجودة بالأساس اللي هي الـ DHCP. بفتح الـ console. فبلاقي انه انا عندي صار سيرفر من خلاله بادير السكوب. هاي السكوب اللي احنا انشأناه، هاي قلنا انه من 2 ل 8 السيرفر حيوزع ايبيات، 6 ايبيات 2 لحد 8. طبعا انا بقدر ازيد العدد هذا. لحتى الان ما اجرش السيرفر، ما اجرش او ما عطاش اي بي لاي جهاز. طب كيف بده يعطي اي بي؟ بدي اروح على الجهاز الاخر، على نتورك ادابتر، تشينج ادابتر بروبرتيز. هنا ما فيش صلاحيات للمستخدم اللي انا معدي فيه اللي هو بي بي. بدي اعمل سويتش يوزر عدي بالاي اي، اعطيناه صلاحيات كنترول. في عندي الـ AA باسورد، بعدي ديسكتوب ايكون عشان اجيب الايقونات عشان اصل للادابتر بروبرتيز. No sufficient privilege. Switch user مرة تانية، نعدي بالadministrator. Test. Administrator. Password. الآن بقول له خذ obtain IP address automatically، يعني خذه تلقائي من الـ DHCP server.
اوكي الآن لو رجعت مرة ثانية details بلاحظ انه اخذ IP تلقائي من وين؟ من الـ DHCP server. مش انا شلت الـ IP من وين؟ اخذ الـ IP هذا اخذه من السيرفر، عملت رينج انا من 2 لحد 8 اخذ 2، الـ DHCP اعطاه 2. انا بلاحظ statics ما فيش IP، لكن من وين الادابتر اخذ كرت الشبكة؟ من وين اخذ الـ IP؟ اخذوا من ال DHCP سيرفر. العنوان هذا اخذوا من ال DHCP سيرفر. بهكد بنكون عملنا اعداد لل DHCP سيرفر. والجهاز اخذ عنوان تلقائي من ال DHCP سيرفر. لو اجيت هنا على الادرس، على الادرس ليست، افتح مرة تانية الجهاز، هاي لاحظ انه الجهاز اللي اعطاه العنوان هاي ظهر عندي هنا. في الاول ما كانش في ظهر اشي لانه ما اعطاش اي اي بي لاي جهاز. انا بقول لي الجهاز اللي اسمه bc.test.com اخذ العنوان هذا اللي هو هذا الجهاز. هذا الجهاز اسمه بي سي كمبيوتر نيم ريموت، هاي كمبيوتر نيم، ايش اسمه هذا؟ بي سي دوت تيست دوت كوم. اخذ عنوان حسب ما قال للسيرفر، اخذ عنوان هذا، هاي الجهاز هذا اخذ العنوان هذا من وين؟ من الدي اتش بي سيرفر. في امر انا قلنا انه الدي اس بي سيرفر بيعطي ديوريشن محدد للجهاز، يعني بعد فتره معينه الاي بي هذا بيفقد الجهاز اللي اسمه بي سي. عشان اعمل له رينيو بروح على الجهاز عشان اجدد المده، بروح بعد الفتره المحدده باجي هنا سي ام دي، بروح على الدوس، بدي اكتب اي بي كونفيج سلاش ريليز. هذا حيحذف لي ايش؟ الاي بي، بطل في اي بي. انا لو جيت اقول اي بي كونفيج ما فيش اي بي للكرت. كيف بدي اعمل له رينيو؟ بكتب اي بي كونفيج سلاش رينيو، هيك كده انا بجدد الاي بي اللي اخذته. ip config slash renew